نسمع كابتن سعفان الصغير نفسه مدرب حراس الإسماعيلي بيفسر اللي حصل بإيه. لو انا فتحت مش هيسلكوا معايا. لما انت جامد عشان كده جايبينك على الهوا عشان انت جامد. قريت الماتشات بتاع امبارح بتاع العالم المسائي بتاع كابتن محمد صيام؟ لا للاسف. اوكي. بيقول ايه؟ ماتشات كبير كده الاسماعيلي واتحاد الكوره ضد الاتحاد الكوره والاهلي ضد الاسماعيلي. في ايه؟ احمد ناجي يوعد اكرامي الكبير بسفر ابنه روسيا ويستبعد عواد. كابتن احمد ناجي طبعا قرا الخبر دوت اتصل بيا. مستحيل. قال لي بص انا هنزل ايه دلوقتي على البوست بتاع سعفان. كابتن احمد ناجي رفض واستنكر كل اللي كاتبه استاذ محمد. انا متاكد تماما ان هو ما عملش كده. هو استاذ محمد صيام كاتبه ليه دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ عارف ليه؟ ليه؟ عشان خاطر احمد ناجي كان واقف مع الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات ومحمد صيام كان واقف مع محمود طاهر في الانتخابات. صراع شخصي يعني. الكابتن محمود الخطيب كسب. خلاص يا سيدي اللي كسب قول له مبروك. احنا نفضل بقى نقطع في بعض. هيخلصوا في بعض بقى ويجوا على الولد. ويجوا على الولد عواد. انا عارف. طب يقول لك الاهلي دخل في مفاوضات على عواد والاهلي مستعد يفتح ميزانيه مفتوحه في موضوع عواد ده. الكابتن محمود الخطيب كلم الباشمهندس ابراهيم عثمان. محمد عواد. ايوه. الباشمهندس ابراهيم عثمان حط فلوس 100 مليون جنيه في محمد عواد. كام؟ 100 مليون. في عواد؟ او في اي حد يعني؟ 100 مليون جنيه؟ اوه ده طبعا ده رقم تعجيزي. اكيد رقم تعجيزي. ما انا برد عليك اهوت بقول لك هو حط 100 مليون جنيه. ده بجد الكلام ده اتقال رسمي؟ اتقال رسمي. قال الكابتن الخطيب كده يعني؟ قال له 100 مليون جنيه. والخطيب قال له ايه؟ لا لو هتقول حاجه ما تنفعش على الهوا ما تقولش. لا انا ما بخافش على فكره. لا ما اعرفش رد الخطيب ايه؟ الكابتن الخطيب ايه؟ يعني انت عرفت الرقم اللي اتقال وما عرفتش على فكره كمان هقول لك على حاجه. قول. هو اعلنها باشمهندس ابراهيم علنيا كده قال لك اللي عايز عواد يدفع 100 مليون جنيه. طيب حدث بالفعل ان الكابتن الخطيب حدث بينه وبين ابراهيم بيع عثمان مكالمه وحيده للتهنئه بمجلس الاداره. المهندس ابراهيم عثمان اتصل بالكابتن الخطيب تاني يوم الانتخابات يهني فقط. ما تتطرقوش بقى ده واحد بيكلمنا يقول له اديني اللعيب اللي عندك حارس الاساسي بتاعك. انما هو جميل قال لك الرد اهو. يعني هو عايز يقول ايه؟ اللي عايزه بقى يدفع لي 100 مليون جنيه. وبعدين رجع قال له طب وانت الكابتن الخطيب قال له انا سمعت بقى الكابتن الخطيب قال ايه؟ بس هو قال تفسير للي اتكتب في الاهرام المسائي. لا ما هو عارف ان العمليه من الاول الهدف منها الاثاره. هو في الاخر بقى دخلها في سكه ثانيه ان بقى ما اقفلوا الموال ده اللي عايز عواد مش هنبيعه اقل من 100 مليون. وهو ده تصريح ممكن يكون قال المهندس ابراهيم عثمان بشكل مطلق. هو الغريب لكن مش للنادي الاهلي. بص احمد ناجي في فرح محمد عواد وبيبارك له. ده بقى اللي ناجي بيوصي ماشيه من المنتخب يا جماعه. وده اللي ناجي بيحاربه. وده اللي ناجي طلع بمجرد ما منشطه الفتنه ده اتكتب ومنشطه الفتنه الرخيص اتكتب كان الكابتن ناجي سارع في على الفيسبوك على صفحته قال كنت اتمنى الا اكون طرفا في هذه اللعبه التي اكرهها تماما ولكن لحرصي على عدم المساس على من معنويات حارس احبه واقدر اجتهاده وهنا اعني ابن محمد عواد سعادتي به كبيره لما يقدمه من مستوى متميز اوضح ان كاس العالم بعد 7 اشهر ولقد تعودنا كجهاز على ان يكون طريقنا في العمل من اجل ارضاء رب كريم هو العدل والشفافيه فلا يمكن ان يكون عملنا مبنيا على علاقه شخصيه او ما شابه ذلك هناك رب يراقبنا وتوفيق الله لا ياتي من فراغ اتمنى من الله حينما تقترب مسابقه كاس العالم ان يكون كل الحراس على المستوى المامول وسوف يتم اختيار الاختيار على افضل 4 حراس سيدخلون المعسكر النهائي سيخرج منهم واحد قبل البطوله بدون ذكر اي اسماء البقاء للافضل والمشارك بشكل دائم مع فريقه واتمنى للجميع التوفيق من اجل نيل شرف ارتداء قميص الوطن الغالي تمنياتي للجميع بالتوفيق دعواتكم. ده الكلام اللي قاله ناجي 7 شهور وده الفرح اللي حضره 7 شهور. انت بتتكلم على حارس مرمى هيتم اختياره للسفر بعد 7 شهور ممكن قبلها بشهرين يبقى فيه معسكرات وبتاع لكن مؤكد ان عواد اللي سبق ضمه قبل كده اذا استمر على هذا المنوال هيكون موجود وممكن الشناوي بتاع النادي الاهلي اذا استمر على كده يكون موجود ممكن اكرامي يرجع يستعيد بريقه يكون
هو احد المرشحين الكبار، ممكن الشناوي بتاع الزمالك يرجع تاني. انت فاكر قبل البطوله الافريقيه والحيره اللي كنا فيها ان الثلاث حراس على اعلى مستوى، على اعلى مستوى، وبعدين يترتبوا ان الشناوي كان هيلعب وبعدين اصيب، وبعدين الحضري لعب وبعدين اكرامي اصيب. في ترتيبات للقدر انت ما تقدرش تقدر تقول ايه اللي هيحصل النهارده. فالعبوا غيرها، العبوا غيرها، وابعدوا عن استدراج الجماهير للحته اللي انتوا عايزينها لو ليكوا شيء من المسؤوليه تجاه هذا البلد. انا اعتقد الكلام واضح، كما انه التحذير واضح جدا. اوعوا تكونوا فاهمين انه عشان الانتخابات خلصت ملاحقة أي محاولة للاستهداف أو ضرب استقرار الأهلي ممكن برنامج زي برنامجنا يتخلى عنها على الإطلاق. بالعكس، هنكون شديد الوضوح والقوة والصراحة في مكاشفة أي عملية مساس، مش بس بالنادي الأهلي، بمنتخب مصر، بحقوق هذه الجماهير، بحياة الجماهير. لأنه اللي حصل في بورسعيد أتمنى أن يكون درس لكل الناس. ما يعني لا داعي ابدا لمزيد من تصدير التوتر للشارع الرياضي، ولا داعي ابدا لمزيد من محاولات ايقاع الفتن بين الجماهير. هو بعد ان فقد بعضهم موقعه في الاندساس داخل النادي الاهلي لتفجيره من الداخل، ها، هي محاولات الضرب من الخارج، بتعكس الياس بالتفجير من الخارج. ولا ده هينفع بإذن الله، ده ولا ده هينفع. بس كل يوم أوراق التوت تتساقط عشان تنصفنا لما كنا بنتكلم. أيوه، أوراق التوت تتساقط عشان الناس تعرف إن كان مخاوفنا ليها أساس من الصحة. فبرضو معانا هنا أو مع النادي الأهلي بشكل عام، مش هينفع هذا العبث. روحوا العبوا بعيد.